دفتر ديال التنقيط، عندهم دفتر ديال التنقيط، واحد من الاخوان يجيب لي دفتر ديال التنقيط، الاخوان كاين دفتر ديال التنقيط مرتب الامور ديالو، كتاب ديال بوانتاج كيجي كي بوانتي مرتب الامور ديالو، هاد السائق عن كانوا يجيو عنده وهو يعطيهم هاد الطوموبيل راه خدام فيها هادي سنين ويدعم هذاك السائق. علاش نديروا هاد الفتنه هادي من الاول ودابا والعواشر؟ هادي خوتنا دابا غيبداو تحيد لهم الكونتاكات، فين غنخدموهم؟ اش غنديروا لهم؟ ما يمكنش. الى هاد الى صاحب المستغل بغى يصفي الذمه ديالو ياخذ هذيك البركه ويعطيها لهذوك جوج السائقين، هذا هو المنطق. من هذيك راه العافيه نورمالمون، هذه هو الفئه اللي كانت مستهدفه السائق المهني، هذه هي هذا هو الحل الصائب، يصفي الذمه ديالو، لان هذيك راه غير العافيه. المازوط راه عافيه وبنادم يخاف على وليداتو ويخاف على السياره ديالو ويخاف على راسو، ياخذ ديك البركه ويعطيها لهذوك جوج السائقين اللي فوز هذيك السيارة، هذا هو الحل. تفضل اسيدي. انا كنت انا سائق مهني وانا بغيت نقول دابا انه بعض الناس اللي عندهم كريمات مستغلين، لكن اللي عنده 10 15 طاكسي كيفاش دابا انت كنقابل سي شعبي اللي عنده 15 طاكسي 15 طاكسي 10 20 طاكسي اللي غادي ياخذ الدعم عليهم كامل، كاين اللي عنده 20 طاكسي باش واحد ديالو والعقد هذا هو دفتر التنقيط بالنسبه للاخوان ديال الكروم تاكسي، هذا هو دفتر التنقيط. دفتر التنقيط كل سائق كيمشي 15 يوم واخا، كل سائق كيمشي كل 15 يوم للمكتب ديال التنقيط وكي بوانتي، ها هما مرتبين الامور ديالهم، كنخص الاسم ديالو الاخرين عامرين الاسم ديالو التليفون ديالو كل شيء هنايا، كانوا يبنيو على هاد على على الشيفور هو اللي كان يستافد مباشره. ما ندخلوش في هاد المتاهات، غادي يولي دابا صاحب السياره على هذيك الشويه ديال الفلوس محيد لي كونتاكت ونبداو نتجاراو. بخصوص هذا الموقع اللي دارت وزاره الماليه، هذا الموقع اللي دارت وزاره الماليه هو موقع من الصعب ومن الصعب الدخول اليه، راه عندنا اللهم بارك دخلوا ليه، مشينا للسي بي ما يمكنش وما يمكنش تدخل ليه، باقي فيه مشاكل وفيه مشاكل كبيره، لان ما داخلينش ليه غير سائقين سياره الاجره، داخل ليه نقل البضائع، داخل ليه نقل المسافرين، داخل ليه سميتو نقل المدرسي والنقل السياحي والنقل المزدوج، يعني بزاف ديال النقل داخلين لهذا الموقع، كاين الضغط عليه ما يمكنش. راه حنا الطاكسيات راه اللهم بارك، وكاينين سائقين مهنيين اللي ما عندوش ما غيكونش قاري، كاين ما قاريش ما قاريش، هما الناس هادو راه ما يمكنش عندهم تليفونات عاديين، مشاو للسيبر ماشي بالسط ويدخل هذيك المعلومات، ما يمكنش ولا يمكن، خاص مول صاحب السياره اللي يمكن له يدخل بالورقه الرمائيه يعني الكارت كريز ديال ديك السياره، يعني مشاو الوزاره بسطات الامور غير عليها، ولكن راه حطات هاد السائقين هاد الملاكين مع صاحب مع السائق حطاتهم في السائق المهني واخا يمشي ما غاديش يستعمل، ما يمكنش ولا يمكن موجه لصاحب المغربيه. سمعتي اللي كاينو بيننا حنا كسائق مهني، حنا ما غاديش ما كاينش اول مره واخر مره، اول مره واخر مره هاد الخماسيه ما نسمحوش، لا 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 ما تمشيش تمثلنا في الوزاره الا تتستشر مع لا ما يمكنش جميع المهنيين، ولكن راه بالضغوطات ديال النقابات وبالوقفات هذا الشيء راه واخدين الدعم ديجا. اسمع 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 ديجا واخدين الدعم ديال الام الكل، واخدين القفه لا سلامين فرقوا عليه سلامين، غادي نوضحوا والله ما نستناش ناقشوا ناقشوا حاجه الخماسيه هي خمس نقابات اكثر تمثيليه على الصعيد المملكه، هاد خمسه النقابات هما اللي كتحاور معاهم الحكومه، علاش؟ لان هاد خمسه النقابات هما اكثر تمثيليه في المغرب، ما يمكنش اليوم نقصيوهم، كاين مكتسبات جابوا هاد الناس هذا و... لا الله يجازيك في خير، لا فين السوق من جوج؟ اذا انت عندك موقف منهم جوج المليار اللي داو لينا وانا مشارك فيه مخلص بلانكا في هذا سوق هذا ماشي موضوع ديالنا السجن، دابا غادي ندخلوا الموضوع ديال النقابات. خلينا غير حنا اللي بغينا زعما اللي بغا نفهموا، حنا غير كنهضروا على المازوط، المازوط دابا حنا باش هذا الشيء باش تستجبت الدوله راه بالوقفات اللي داروا الكاميوات تموت، وعندنا كيسمعوا من الكتاب العامين ديال النقابات كيقول لي وقف باش تاخذ المطالب ديالك، منهم السداده منهم شعون منهم مراري منهم بزاف ديال الاخوان اللي كيحاربوا كيتناضلوا باش السائق، السائق راه كيبقى خدام، كاين اللي كيوقف كاين اللي ما كيوقفش، كاين خدام غادي حتى كيعيطوا عليه يجي راه هذا السيد بالمستوى هذا السيد، انا بعدا ما كنتش نعرفه ولكن ملي تعرفت عليه هذا السيد
المناضلين من المناضلين عيط لينا انا 38 نمشي في الحرفه ديال الدم عيط علينا خاصك تهزوا الناس حتى شي نقابه ما نخليك ولكن هذا السيد هذا وقف وقف الله يكمل عليه بخير الله يصلح ليه وليداته والقفة كيضر حضر من جهه المهن الناس اللي عطاهم فلوس وكاين الناس اللي عطاهم قفة الحاج دابا شنو غادي نديرو في هذا الازمه ديال هذا الموقع وديال هذا الناس اللي غيستافدوا منه اللي بغى يستافد بيرو الطاكسي يمشي فين كي بوينتي اذا الشعب كله عنده بيرمي كونفيون الشعب كله عنده بيرمي كاين اللي خدام شركه وعنده بيرمي كونفيون كاين اللي مضرور دابا اللي خدام ما غايدير والو راه الا ما كانوش النقابه راه ما كاين والو راه النقابه هما اللي كيهضروا عليك راه هما اللي كيوقفوا عليك الا ما كاينش راه حنا خدامه غادي اش غدير تمشي تقف بوحدك تقول لهم انا راه خصني المازوت ما يمكنش دار خصني يمثلك وراه اللي كيمثلك راه هما النقابات النقابات هما اللي كيتحاوروا مع الدوله الدوله ما غاديش تجمع لك 160 الف تهضر معاهم كتنوم على واحد النقابات هما اللي يدافعوا على الاجراء وعلى الطبقه الشغيله هما اللي كيهضروا معاهم وراه هما اللي عاوتاني هما اللي غينوبوا علينا انه ما خصش مول الكريمه اللي غادي ياخذ فلوس خاص السائق هما اللي غينوبوا علينا الاحترام هذه كمهنيين كاعلاميين انتوما كامل الاحترامات هاد الدعم كيفاش يدخل السيد كيبوانتي في بيرو الطاكسي عندو نيميرو الطاكسي نيميرو بيرمي كونفيونس عندو ورقه المهنيه شهادات المهنيه هو اللي غيستافد اما راه الشعب كله عندو بيرمي كونفيونس غير التعديل ديال هذا القانون هذا اللي كاين دابا اللي قال لك غادي يستافد مول المأذونيه ومول المستغل حنا هو اللي بغينا يتعدل بغينا السائق هو اللي يستافد مباشره لان السائق اللي كيصوب هو اللي مضرور من المازوط يعني دابا مول المأذونيه هو اللي يستافد هو اللي غيستافد ماشي من المأذونيه صح مول المأذونيه اللي عنده العقد النموذجي كيف ما بين المأذونيه مول المأذونيه مول المأذونيه الرماديه هو اللي غيستافد سياره الاجره فيها ثلاثه الاطراف فيها صاحب المأذونيه اللي يستافد من الهبه الملكيه هذاك تعرف غير 50000 ريال ديالو في الشهر هذاك لا علاقه له بهذا المشكل كاين الملاك هو اللي كرى الكريمه وشرى تاكسي وخدامي معاه جوج الناس او هو خدام مع واحد من الاخوان ديالنا اذا خاص يعالجوا هذا المشكل ويكون تدخل عاجل لان الاخوان هذه مده ديال 3 ايام وهما كيدخلوا لهذا الموقع اللي عليه ضغط ولا واحد في المغرب كمل المعلومات ديالو من الصعب دخل المعلومات ديال كاملين في هذا الموقع خاص يدار كل موقف كاين مشكل ومشكل كبير في هذا كيفيه يعني المغرب كله داروا موقع واحد هو المغرب كله داروا موقع واحد داخلين ليه كيف قلنا الشاحنات وداخلين ليه نقل البضائع وداخلين ليه سميتو النقل المسافرين وسياره الاجره والنقل المدرسي والنقل السياحي والنقل المزدوج كل شيء داخل هذا الموقع من الصعب باش تدخل المعلومات ديالك ولا ديال السياره في هذا الموقع اذا باقي واحد من الاخوان ديالنا المهنيين جميع لي كاتيجوري باقي ما دخل حتى شي واحد هذا الموقع خاص وزاره الماليه تدارك الموقف باش ما ندخلوش في مشاكل ما بين المستغل والسائق اللي في ديك السياره الى هذا المشكل غادي يبقى هو خاص هذاك السائق هذاك المستغل يصفي الذمه ديالو والى اكسبتا ودخلوا ليه المعلومات وجاء الريف الدعم يشد هذيك الامانه ويفرقها على دوك جوج الناس المهنيين في هذيك الطوموبيله لان هذاك راه عافيه ما يكبرش كرشو عليه ولا كان شي تدخل ديال هاد المهنيين ما استافدوش من هاد الدعم غادي يكون التدخل والتدخل العاجل للاخوان ديالنا النقابات اللي كانوا في حوار في النظر ديالك واش واحد يقدر يفرق معنا اجل الوليد اجل الوليد هذا هو السؤال السي شعبان كاين الناس ربما هاد السيد مول الطاكسي تيخلص مليون ديال الفرنك ديال لاسورانس ويخلص بلاكيت وزيت غادي يعرفوا الشيفور لا
ولكن دابا بلاش دابا شوفوا هو اللي كيخلص المازوط الهام وانت انا كنخلص المازوط بلاش انا خدام في الطوموبيل خوش من غير معك شي يقول معايا شي يقول تاكلي تعطيه ماشي تاكلي ماشي قال لك حنا تاكلي على تاكلي على قلتي على تاكلي قلتي غادي تاكلي كتخلص مليون في العام وانت ما هذا الشيء هضره الخاوي تاع ما تبعنيش ما ديرش لي بلاش هذا هو المشكل اذا هذا هو المشكل اذا هذا هو المشكل ماشي شغل تبغى ندفع 10 درهم المشكل لا ايوا هذا هو المشكل اللي كنا منه هذا هو المشكل علاش لكم وقلنا لكم بلاش بلاش هذه المناقشه ديال عطيتها لكم انا مزيان 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 التدخل ديال هذه المناقشه اللي عطيتها لكم دابا الحاج كيقول لك السائق المهني هو اللي كيخلص المازوت لان كيجيب لك راه كدير لي حتى البلان ديال المازوت ديالك انت اللي كديرها لي وكتخدم معاه لا ولكن تيردها لك عابره هي انت كتخدم معاه تخدم معاه هو كيخدم معاك كرجع لك عامره هذا داكشي اللي عطيتي كنرجعو لك وقت تاع تاعك راه لا اسمح لي واخا صورها واخا صورها كان الكريمه 50000 ريال وعندك بنوات وعندك لاسورانس وعندك كل شيء عندك الروسيطه وعندك روح هذاك ماسيوط الروسيطه الحاج دابا الحاج على الروسيطه واش شدها كامله خلي الشعوني ندعي لك واخا كتاخذ الروسيطه الحاج ما قداش ما قداش اشرحوا لكم خلي مزيان مزيان اشرحوا لكم غادي تكلم اشرحوا لكم هذا هو المشكل اللي خفنا منه علاش استدعي لكم انتم الاعلام ديالنا باش توضح الصوره لجميع الاخوان ديالنا حاجه ما بدينا نلقى المشكل باقي ما بديناش هذا هو التخوف ديالنا اذا علاش عيطنا عليكم والله تنوقفها لك صاحبي الهاج قال لك كيدير لكم المازوط النقطه اللي قلنا غتوقع هي قال لك يديروا لكم المازوط انتم المازوط ديالنا المازوط كيديروا السينامين السينامين اسمع اسمع دابا انا تنخدم مع شي فور كندير لي المازوت نعمر لي المازوت انت هو عمر لي المازوت ايوا انا الشوط علاش قال لك ماشي قال لك مثلا لا ياخذ حنا قلنا راه ما فهمتيش هذا الراجل حجي الشهور دابا هو هذا الراجل مهني واحد ياخذ نص كمالي هاد السيد راه ما فهمتوش هذا هو من الاسباب راه لا 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 من الاسباب اللي خلينا نعيطوا هالسيد هذا ملك مزيان هضر على هذا الملك نهضر معاه هو معاه واحد السيد خدام معاه من اللي غادي يجي هذاك الدعم من اللي غادي يجي من اللي غادي يجي هذاك الدعم ان شاء الله يقدر يقسم يته هو وياه راه هادشي اللي قال راه ما ماشي الانسان انت راه كتخلص لاسورانس مليون فرنك وتخلص بلاكيت وزيت وكل شيء وتنقول لك كيدخل معاه واحد حتىش ندخل معاه كيدخل معاه واحد ماشي باقا دخل ها شي ولد كاين ها شي ولد كنا كتدخل واحد يخدم معاه لا لا خدام مع السيد كل الحالات كل الحالات التكفيلات عندي انا السيامين انا ناخذ اليمين هذه هي مادة الدعم غادي يهبط لشي فور ما بقاش يخدم مع هذا السيد عرفت البال هذا هو التكريت خليونا نهضروا خليونا نهضروا الله يجازيكم هما نبنيو على الطوموبيل على الرقم ديال الكريمه على الرقم ديال الكريمه كنبنيو عليها الدعم اللي كيبوانتي اللي ما كيبوانتيش ما يتشاش بوانتاج الدوله ديال البوانتاج والبوانتاج اللي قلنا لك علاش الدوله كتطبع علاش واش قلنا لك راه هادي كيد الله يطبعوها طابعه وحساب دور البوانتاج كيقيدوا كيقيدوا فواحد الكتاب والناس كيقيدوا فيه علاش هذاك الشيء دايرينو قاعده تبين اش كيبنيوها وعلاش كيبنيو قاعده تبين كيبنيو علينا التكفيليه ما كانتش شي ما عطاتهمش بيانات هو كتب في شهرين في شهرين ثلاث شهور علاش هذا قرا علاش هذا اش داير شنو هو الدور ديال هذا شنو هو الدور ديالو قاعده بيانات ما كايناش لا اذا كنطالبوا من السلطات ديال واحد قاعده بيانات خاص كلشي يولي بيومتري منا بيرمي كونفيونس منا بطاقه السائق المهني منا خص كلشي يولي تقول هاد القاعده بيانات باش ما نبقاش نضرب شي ديال العواطف شنو هي معنيتها بانه هذا يعطيني يصدق عليا لا حكه حنا الدوله ما كتبناش بعواطف الحكومه ما كتبناش كتبنا بوثائق وثيقه هايه عندهم قاعده بيانات خصهم يطبقوها ما قادينش يقول لك حنا ما قادينش الداخليه ما كانش اجتماع ما كانش ما بغاش يعطيهم هذا الشيء ما قادينش يقولوا يا خي عطيونا الوزاره الاتصال
هادي ما قادينش علينا يعطيونا وزاره هاد التجاوز بقيناش بغيناه. السائق المهني دائما هو الضحيه. السائق المهني دائما هو الضحيه. دائما السائق المهني هو اللي كيخلص الفاكتوره. التدخل ديال هاك اخويا صاحب الطاكسي صاحب الطاكسي ما عرف والو اين يورو هذاك ما عرف حتى شي حاجه. باقي كاع ما بديتش هذاك باقي ما بديناش باقي ما بدا حتى حنا السيده هو كتيجيو عليها خلي الطربوش غادي يديروا ليه غادي يديروا ليه غادي يديروا ليه غادي يديروا ليه. هو السيد الكاتب اللي عنده عليه هو الواحد هو من الله والنقص وهذا الله بدا في الحرفه ما كانش بحالنا احنا راجل كبير الحاجه شنو الله بدا فين بداك راه واندي تنعرفوا انا واش شي فورمية واش شي فورمية ندير المازوت نجيبو وما يستافدش ويقول لك هو البلاكيت ويقول لك هذيك الاستفاده اصلا غادي دير انت دابا راه هو هضر راه يستافدك راه غايدير اكثر من هذا الشيبور دابا راه هو هضر راه الشيبور غايدير الشيبور غايدير اكثر من هذا المازوط غادي يستافد. انا اول البارح درت المازوط مزيد عليا والسيد ها هو بدا يلا بدينا باغ ما شدش فلوس ولا ينقص عليهم. اسمحوا لي يا الاخوان مرحبا 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 هذه مخوده لك انت الشيبور يعني الحمد لله ما مخصوش الله يكمل عليه حتى هو عنده مصاريف عندو لي شارج واش عندو هذاك ولا ما مخصوش لا ماشي لا ماشي عندو لي شارج هو عندو لاسيونس عندو اصلاح حالي الطوموبيل هذا مولك من الطاكسي ولكن شي مرة هو اللي كيدير المازوط ماشي مشكل يعني انا بالنسبه لي سائق اجرة سيارة حمراء يعني كندير مثلا كندير 100 كيلو متر كندير 80 درهم الا ما بغيتش كندير انا 120 درهم يعني 70 درهم زايده. حنا يلاه عيطنا عليك يمكنش غادي تعطيهم فلوس غادي تعطيهم من الطاكسي وحنا عارف نقول لهم الطاكسي عادي تقصينا من الروسيطه يمكن تقصي من الروسيطه كانوا غيضربونا فما بالو كان يلاه ما يقدر دابا شكون احق بهذا الدعم شكون احق به يقدر هو ما غاديش يقبل هو هذه الفكره هذه شنو غيدير الانسان اللي عنده ثلاثه اولاد اربعه اولاد يمشي يجلس الطاكسي ما غاديش يقبل غيقول الله يعاون علاش حيت هو عنده دي شارج عنده غادي يصلح السياره عنده بزاف ديال لاسيرونس عنده بزاف ديال الحوايج هو اذا الشيبور هو المضرور لا تجي تشوف راه انا شوف الحل الوحيد ان بغاو يديروا يعني وزاره النقل والنقابه وهذا الحل الوحيد راه خاص الشيفور هو اللي ياخذ هذا الدعم. دابا انتم دابا كتقولوا بان اصحاب رمضان وهذا مصاريف فهمتي راه مصاريف ديال المازوط مصاريف ديال السياره راه ماشي دابا كتقولوا بانه السائق دابا حتى الكيان الا زدتي عليه كيقول لك اودي او جوج درهم كدير 8 درهم اقل مسافه كيقول لك 10 درهم علاش علاش غتاخذ من عندي 10 درهم والمازوط ديال 11 كيفاش غدير مع الكيان كيفاش غدير مع الطاكسي الباترون ديالك. دابا انتوما دابا كتقولوا بان السائق المهني احق من صاحب المأذونيه ومن الملاك يعني السائق المهني راه هو المضرور اكثر اضرار يعني راه هو اللي مضرور بزاف ولكن كنشوفوا بعض الملاك كيقولوا العكس. الحل الوحيد انا بالنسبه لي والله اعلم الحل الوحيد خاص تشوف خاص يشوفوا البوانتاج عند 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 الشرطه البوانتاج ديال السائق الا بغاو يخلصوا غيطلبوا من الامن يديروا ديال الطاكسي هما اللي يعطيوك البوانتاج. راه كاينين الناس مثلا عندهم بيرمي الطاكسي ولكن ما خدامينش باغيين يتخلصوا بطريقه غير مباشره لا غتشوفوا الاخر بوانتاج واخر شهر وشحال ديال فهمتي مثلا ثلاث شهور الفوق الانسان اللي مداوم في الشيبور كيكون مداوم في السياقه يعني ما كيكونش بوانتاج هو الحل ديال الخلاص. هذا بالنسبه للراي ديالي راه الشيبور مضروب بزاف شكرا وفوق القياس راه غير صابر مع ان الامن مع ان الكليان اللي غادي يطلع مع ان لا بزاف هادشي هادشي راه ضغوطات كثيره بزاف وكنطلبوا من الملك سيدنا الله ينصرو هو اللي يتدخل في هاد القضيه هادي. شكرا مرحبا شكرا. اذا كما سمعتوا معنا مشاهدينا او في مشاهدين مغرب نيوز كانت هذه يعني تصريحات ديال الملاك ديال سياره الاجره واصحاب المأذونيه وكذلك السائقين المهنيين كل واحد كيقول لك بانه هو الاحق بهذا الدعم هذا. المهم احنا بالنسبه لنا احنا نقلنا لكم الخبر واش بالنسبه للشيفور ما غتعطيوش هذا الدعم هذا يعني دعم راه ماشي شي دعم ولكن مهما كان الحال مع العواش وهذا ما كاينش ولكن راه ما يمكنش ان الدعم وحنا ما عندنا لا مهيكلين ما عندنا لا سنساس ما عندنا لا اوراق لا حتى شي حاجه دول على الاقل خاص شي فور مودي كيخرج مثلا ندير لا نافيت 6 متر الرباط
كنهزوه بالزربه كيمشي خدام كيقضي شغلو. تخيل ان سائق الاجره كون ما كانش هاد الشي فور، كيفاش غادي تكون كيفاش غتكون يعني الاقتصاد كيفاش غادي يكون؟ العجله ديال الاقتصاد فوالا، كيفاش غتكون العجله ديال الاقتصاد؟ ما غاديش تكون لو ما كان السائق ديال المهن. وكنطلبوا من الله سبحانه عز وجل الله يفرج علينا وصحبه. امين. اذا كما تبعتوا معنا كان هذا لقاء تصريحات هنا امام محطة القطار في مدينة الدار البيضاء. إذا هنا سنأتي على نهاية هذا البث على أمل لقاء في بث مباشر آخر. تحياتي لكم جميعا، كان معكم مراسل المغرب نيوز مصطفى القرناوي، يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.